شهدت القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة أنت الحياة بمحافظة البحر الأحمر إقبالا جماهيريا أو كبيرا من قبل أهالي الغردقة. تحتوي القافلة على تخصصات أطفال ونساء، توليد، مسالك بولية، هذا فضلا عن صرف العلاج بالمجان. تستمر المبادرة على مدار 3 أيام لتوعية الكبار والشباب والأطفال والمرأة من خلال ندوات متنوعة. مجمعين كلنا عربية تنظيم الأسرة بكل خدماتها، سواء وسائل، متابعة حمل، كشف نساء، في معانا عربية مبادرات فيها مبادرة فحص الثدي، مبادرة الأمراض المزمنة، معانا دكاترة تخصصات كتير، وفي علاج، وفي بنقدم خدمات لكل الناس اللي موجودة. المبادرة دي اتنفذت بالفعل على يعني في أغلب المحافظات الجمهورية، ودي تعتبر أول فعالية كبيرة لحياة كريمة في البحر الأحمر. الغرض منها إنها بتقدم خدمات طبية زي قوافل طبية فيها قوافل علاجية ومبادرة 100 يوم صحة وقوافل تنظيم الأسرة، بجانب إن هي في ندوات توعية للأسرة وللأطفال وللشباب. معانا تخصصاتنا طبعا الأساس بتاعنا تنظيم أسرة، ومعانا نساء، ومعانا أطفال، ومعانا مبادرات عربية المبادرات، بنخدم الناس الموجودة في المكان هنا إن شاء الله، وبنتمنى دايما التوفيق لمبادرة حياة كريمة. المبادرة دي بتتنفذ بمجموعة من الفعاليات بنغطي فيها قطاعات كتيرة من الناس، بنعمل فيها قوافل طبية على مدار 3 أيام في تخصصات كتير بالتعاون مع وزارة الصحة، بنوفر كشف وموفر علاج، وبرضو عندنا فعاليات كتير هتبدأ، بدأت من النهاردة لحد يوم السبت إن شاء الله. الفعاليات بتبدأ من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 10 مساء على مدار 12 ساعة كل يوم.